بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع موقع RFI راديو فرنسا انترناسيونال. نحن على موقع راديو فرنسا الدولي كما نلاحظ عندنا في العنوان Travail des enfants migrants aux États-Unis, un impact désastreux sur la santé et l'éducation. Travail des enfants migrants, إذا نتكلم عن عمل أطفال migrants, المهاجرون migrants, مهاجرون. طبعا نتكلم عن الverb migrer, احيانا نتكلم عن les immigrés, اذا نتكلم عن المهاجرون. اذا هنا travail des enfants migrants, اذا نتكلم عن عمل اطفال المهاجرون aux États-Unis, في الولايات المتحده الامريكيه. un impact désastreux, طبعا الامباكت المقصود به التاثير. un impact désastreux, اذا نتكلم عن تاثير كارثي ان صح التعبير. طبعا احيانا نتكلم عن le désastre, احيانا نتحدث عن لو ديزاستر, الكارثه. اذا هنا ان امباكت ديزاستر, اذا نتكلم عن تاثير كارثي سور لا سونتي اي ليديكاسيون, على الصحه والتعليم او التدريس. انك تدرس ماده مثلا, اذا نتكلم عن ايتيدي مثلا, ليتيديون المقصود به الطالب, ليتيديون الطالب. كما نقول الدارس, نقول مثلا ان بروغرام ايديكاتيف, اذا نتكلم عن برنامج تعليمي مثلا. اذا هنا un impact désastreux, اذا نتكلم عن تاثير كارثي sur la santé et l'éducation, على الصحه والتعليم. طبعا هنا نقصد بهذا الامر صحه الاطفال ثم تعليم الاطفال مع هذه الاعمال. très souvent livré à leur sort à leur arrivée aux États-Unis, اذا كما نقول هنا غالبا جدا, très souvent, غالبا جدا, livré. طبعا احيانا نتكلم على ليفريزون, لا ليفريزون دي مارشانديز, اذا نتكلم عن تسليم البضاعه او ارسال البضاعه. لو فيرب ليفري ممكن انه يعني سلم او ارسل مثلا, ليفري اون مارشانديز ترسل بضاعه. ممكن ان هذه الصيغه تاتي في معاني رمزيه او مجازيه ان صح التعبير. ليفري لا مارشانديز ممكن ان تعني اوفى بعهده, اوفى بعهده. الشخص المتفق معه على إرسال البضاعة قد أرسلها وأوفى بعهده. إذا ممكن أن هذه العبارة تأتي في هذه المعاني. إذا الذي يهمنا هنا très souvent livré à leur sort à leur arrivée aux États-Unis. إذا طبعا هذا livré كما نقول أنه مسلم, à leur sort, إلى قدرهم, à leur arrivée aux États-Unis, عند وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من يكون هؤلاء الذين هم في الغالب جدا très souvent livrés à leur sort, انهم مسلمون لاقدارهم, كما نقول انهم مسلمين لمخرجهم. طبعا كما تلاحظوا بان كلمه sort تقريبا تتضمن جزء من le verbe sortir, le verbe sortir في الخرج. اذا le sort كما نقول المخرج. اذا هنا المقصود بهذا الامر القدر. très souvent livré à leur sort, كما نقول انهم في الغالب جدا, livré à leur sort, انهم مسلمون لقدرهم, بمعنى اخر انهم يتركون لقدرهم, انهم يتركون لقدرهم, يتركون لمشاكلهم التي ستعترضهم. à leur arrivée aux États-Unis, عند وصولهم للولايات المتحدة الامريكية. من يكون هؤلاء الاشخاص؟ من يكون هؤلاء؟ دي ميليي دونفون ميغران, اذا نتكلم عن الاف الاطفال المهاجرون. سوغوتخوف دو بليز اون بليز كونتخا اترافي, انهم يتواجدون. سوغوتخوف طبعا انهم يتواجدون دو بليز اون بليز, اكثر فاكثر, كونتخا مجبرين. نتكلم هنا على الفيرب كونتخاندا, ايسي هنا الفيرب كونتخاندا, اذا نتكلم عن فعل أجبر كما نقول. Ici on parle des milliers d'enfants qui arrivent aux États-Unis comme migrants, qui arrivent aux États-Unis comme migrants et qui se retrouvent contraints à travailler dans des usines, sur des exploitations agricoles ou dans d'autres emplois dangereux et illégaux. في الغالب جدا, livrés à leur sort, أنهم يتركون إلى مصيرهم, à leur arrivée aux États-Unis, عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية, des milliers d'enfants migrants. إذا هناك الآلاف من الأطفال المهاجرون, se retrouvent de plus en plus contraints
أنهم يتواجدون، أنهم يتواجدون مقصود بأنهم يجدون أنفسهم دو بليس أون بليس كونتخان، أكثر فأكثر مجبرين أتخذي دون دي زوزين، أن مجبرين على العمل أتخذي كما نقول على العمل دون دي زوزين في معامل في مصانع سور دي زيكسبلوطاسيون أغريكول، ثم كما نقول في مستغلات فلاحية. أحيانا نتكلم عن لو فيرب إكسبلواتي، أحيانا نتكلم عن لو فيرب إكسبلواتي فعل استغل. إذن كي سوغوتخوف سور دي زيكسبلوطاسيون أغريكول الذين يتواجدون في مستغلات كما نقول فلاحية أو دون دوطخ أمبلوا أو في أعمال أخرى. أحيانا نتكلم عن لو فيرب أمبلويي فعل استعمال، وأحيانا نتكلم عن لي زومبلويي كما نقول مستعملون، نتكلم هنا عن العمال. أو دون دوطخ أمبلوا أو في أعمال أخرى دونجور، أنها خطيرة، إيليغو غير قانونية، إيليغو ثم أنها غير قانونية. في المفرد نقول إيليغال، إيليغال قانوني، ليغال غير قانوني، إيليغال. طبعا هنا نتحدث عن أعمال كثيرة، إذا نقول أنا إيليغو، إيليغو أنها غير قانونية. إذا طبعا هنا نتحدث عن أطفال يأتون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، غالبا نتكلم عن الأشخاص الآتون من أمريكا اللاتينية طبعا من الجنوب، والذين يأتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيجدون أنفسهم مرغمون على العمل. نتحدث هنا عن آلاف الأطفال المهاجرين، أطفال صغار السن، تخي سوفون ليفغي لو سور ألوغ أغيفي أو زيتازوني، دي ميلي دونفون ميغرون سو غوتخوف دو بليز أون بليز كونتخان أترافايي دون دي زوزين سور دي زيكسبلوطاسيون أغريكول أو دون دوطخ أمبلوا دونجورو إي إيليغو. أ لوكازيون دو لا جورني مونديال كونتخ لو ترافاي دي زونفون، إذن بمناسبة لا جورني مونديال، إذا نتكلم عن اليوم العالمي كونتخ لو ترافاي دي زونفون ضد عمل الأطفال، سولاندي 12 جوان، طبعا كان هذا يوم الإثنين 12 من شهر 6، ديكريبتاج دو سيت سيتياسيون. إذا طبعا هنا ديكريبتاج كما نقول فك رموز، فك رموز. إذا كما نتكلم هنا عن شرح، هنا طبعا نتحدث عن تفاصيل سيسوقها هذا المقال. ديكريبتاج، إذا هناك فك رموز كما نقول دو سيت سيتياسيون لهذه الوضعية، كي برون إن أمبلوغ سون بريسيدون، كي برون إن أمبلوغ سون بريسيدون، التي تأخذ إن أمبلوغ كما نقول اتساعا، التي تأخذ اتساعا المقصود التي أخذت تتوسع، التي تأخذ بعدا سون بريسيدون دون سابق، ليس له سابق، ليس له مثيل، سون بريسيدون كما نقول بدون سابق، ليست هناك وضعية بهذا التوسع إن صح التعبير أو بهذا البعد فيما قبل، سون بريسيدون بدون سابق، المقصود بأن ليس هناك سابقة مثل هذه الحالة. طبعا هنا كما نلاحظ عندنا إن فامي، إذا نتكلم عن عائلة دو ميغون من المهاجرين مكسيكا، مكسيكا من المهاجرين المكسيكيين خون لا ديريكسيون دو لا فرونتيير امريكان، اذا هي تاخذ اتجاه الحدود الامريكيه، المقصود ان تسير في اتجاه الحدود الامريكيه بور ديبوزي لكي تضع اون دومون دازيل طلب اللجوء، اذا هي تريد ان تضع طلبا للجوء اون ماي 2021 في هذا التاريخ. طبعا طبعا نتكلم هنا عن شهر 5، اذا في ماي من 2021. إذا كما نلاحظ هنا عندنا دي غارسون، دي غارسون دو 12 ans كي ريبار، كي ريبار دي توا اون فلوريد، إي فليرت، إي فليرت افيك لو فيد، دي جون في كي ترافاي دون لي زاباتوار إي دي زوس، دي مورسو دو فيوند بور لا فونت اون سوبر مارشي. إذا عندنا هنا دي غارسون دو 12 ans كي ريبار دي توا اون فلوريد، إي فليرت، إي فليرت avec le vide. Des jeunes filles qui travaillent dans des abattoirs et des os, des morceaux de viande pour la vente en supermarché, des collégiens qui fabriquent des pièces automobiles dans des usines pour Ford ou General Motors. En mai dernier, des manifestations ont eu lieu devant un fast-food de la marque
Poupées à Oakland, en Californie, après avoir découvert qu'une fille de 13 ans était employée plus de 45 heures par semaine par la chaîne. Deux garçons de 12 ans, Eden Kleman Atfal, Deo et 12 à la scène, qui répare des toits en Floride. الذين يصلحون طبعا نتكلمون على الفيرب ريباري هذا فعل اصلح ومن مثلا لا ريباراسيون لا ريباراسيون يعني اصلاح ريباري اي ماشين يعني انك تصلح اله هنا ici on parle des garçons de 12 ans qui réparent des toits en Floride انهم يصلحون سقوفا في فلوريدا افليرت avec le vide ici on a le verbe flirter اذا عندنا فعل flirter الذي يعني داعب أو غازل إلى غير ذلك إذن هنا إفليرت أفيك لو فيد كما نقول أنهم يغازلون الفراغ كأنهم يوجدون في الفضاء إذن هم يوجدون في الفراغ أنهم يلعبون في الفراغ إفليرت أفيك لو فيد إذن هم يداعبون الفراغ دي جون فيك تخافاي دون دي زاباتوار إي دي زوس دي مورسو دو فيوند بور لا فونت أون سوبر مارشي ثم عندنا فتيات صغيرات دي جون في qui travaillent, des jeunes filles qui travaillent dans des abattoirs, tout le monde a une bonne idée de s'arrêter, qui travaillent. Elles ont le travail, ça reflète le présent, dans des abattoirs. Et donc, on a mis un film à jaser et des os. Des os, c'est le mot de l'annaka, comme on l'appelle, annaka tahlik. Et donc, on a mis un film à des morceaux de viande. يحلقون قطع من اللحم ويفرقون بينها وبين العظم إذن هم يجزون هاد قطع اللحم وتخليصها من العظام دي جون في كيتخافايدون لي زاباتواغ كما هناك بنات صغيرات كيتخافايدون لي زاباتواغ اللواتي يعملن في مجازر جمع مجزرة اي دي زوز دي مورسو دو فيوند كما نقول بأنهم يجزون قطع اللحم بور لا فونت اون سوبر مارشي من أجل البيع في السوق الممتاز طبعا لا فونت المقصود به البيع لا فونت البيع هذه عندها علاقه طبعا بفعل فوندغ لو فيرب فوندغ هذا فعل بيع اذا بور لا فونت من اجل البيع اون سوبر مارشي في السوق الممتاز دي كوليجياك فابريك دي بيس اوتوموبيل دون دي زوزين دي كوليجياك فابريك دي بيس اوتوموبيل دون دي زوزين ثم هناك دي كوليجيا اذا نتكلم عن اعداديين ان صح التعبير إذا نتكلم هنا عن تلاميذ الإعدادية كي فابريك الذين يصنعون إيسي أون لو فيرب فابريكي إذا عندنا هنا فعل صنع كونجيغي أو بريزون مصرف في الحاضر إذا كي فابريك الذين يصنعون دي بياس أوتوموبيل قطع السيارات يصنعون قطع السيارات دون دي زوزين في معامل بور فورد أو جينيرال موتورز لهاتين الشركتين المعروفتين جدا فكيف لمثل هذه الشركات أن تستخدم تلاميذ بهذا السن وميداني ثم في ماي الأخير دي مانيفستاسيون أون يوليو مظاهرات كان له وجود بأن ماي الأخير أنه عرف مظاهرات دوفون أن فاست فود أمام محل خاص بالأغذية السريعة دو لا مارك بوبيز من هذا النوع أوكلاند أون كاليفورنيا بمنطقة أوكلاند من كاليفورنيا أبريز أفوار ديكوفير بعد اكتشاف ممكن نقول مثلا أبري لا ديكوفيرت بعد اكتشاف هنا عندنا طبعا أبريز أفوار ديكوفير بعد أن تم اكتشاف كون في دو 13 ans بأن بنتا ذات 13 سنة إيتي أومبلوي أنها استعملت كأنها عاملة من العمال بليس دو 45 أور أنها استعملت لأكثر من 45 ساعة باغ سومان في الأسبوع باغ لاشين من طرف السلسلة نتكلم عن محل أنه يعمل على شكل سلسلة هذا المحل استغل بنتا ذات 13 سنة واستعملها كعاملة من أجل الإنتاج إذن أم ميداني إذن في ميل آخر دي مانيفستاسيون أونيليو مظاهرات كان لها وجود أونيليو كان لها مكان
إذا طبعا مظاهرة كان لها مكان، المقصود بأنها حدثت، أنها فرضت مكانها في الوقت وفي المكان أو ليو دوفون أن فاست فود. إذا هذه المظاهرة أنها حدثت دوفون أن فاست فود أمام محل خاص بالوجبات السريعة دو لا مارك بوبيز من ماركة بوبيز يسمى بهذا الاسم أوكلاند أو كاليفورنيا. إذا بهذه المنطقة من كاليفورنيا أبخيز أفوا ديكوفير كون في دو تخيزون بعد اكتشاف بأن بنتا ذات 13 سنة إت إمبلوي أنها استعملت إت إمبلوي أنها استعملت لو فيرب إمبلوي هذا فعل استعمل. إذا فعل استعمل واضح بأنه خاصو يتصرف مع أفواغ، شخص يستعمل شيئا أو شخص يستعمل شخص آخر، ولكن هنا نتحدث عن البنت بأنها هي التي استعملت. إذا هنا نتكلم عن لامبارفي دي فيرب امبلوي ولكن على فوا باسيف، مي على فوا باسيف ولكن في المبني للمجهول، لأن البنت هي التي استعملت وليست هي التي استعملت شخصا آخر أو شيئا آخر. إذا هنا أبخيز أفوا ديكوفير بعد اكتشاف، بعد اكتشاف طبعا هنا عندنا لو فيرب ديكوفغيغ ici on a le participation du verbe découvrir. إذا نقول découvrir، نقول مثلا j'ai découvert، أنا اكتشفت. إلا بغيت لو باسي كومبوزي مثلا خاص بفعل découvrir، j'ai découvert، tu as découvert، il a découvert، il a découvert، nous avons découvert، إلى غير ذلك. إذا après avoir découvert puis في دو 13 ans بعد اكتشاف بأن بنتان أو بنية ذات 13 سنة est employée أن استعملت plus de 45 heures لأكثر من 45 ساعة par semaine في الأسبوع par la chaîne من طرف السلسلة. ثم la liste est longue et accablante، نتكلم هنا عن القائمة est longue أنها طويلة et accablante. طبعا في المذكر نقول accablant، في المؤنث نقول accablante. نصف هاد القائمة كما تلاحظون هنا عندنا كلمة مؤنثة la liste لا ليست، إذا نقول اي لونغ ولا نقول مثلا اي لونغ في حالة مذكر، بل نقول اي لونغ بأنها هي طويلة اي اكابلونت، كما نقول بأنها شاقة، كما نقول بأنها شاقة ومتعبة. إذا هنا القائمة طويلة وشاقة. إذا أردنا أن نعدد الحالات التي تخرق فيها حقوق الطفل إن صح التعبير، اون فيفري ديرني، ثم في شهر 2 الأخير لا جورناليست دانفستيغاسيون دي نيويورك تايمز، إذا نتكلم عن الصحفية دانفستيغاسيون كما نقول للبحث أو للتحقيق دي نيويورك تايمز لجريدة نيويورك تايمز أن دغيا غيفالي إيسي أون لو فيرب غيفالي، إذا هنا عندنا فعل أباح كما نقول دون زون أنكيت في تحقيق إيديفيونت، كما نقول أنا معلم أو مثقف هي قامت بتحقيق لتثقيف الناس وتعليمهم. ماذا تقول أن داير غافيلي دون زون أونكيت إيديفيونت، إذا يتبوح في هذا التحقيق لو كوتيديان دو ميلي دو مينور إترونجي نو أكومباني، إذا يتبوح ب لو كوتيديان دو ميلي دو مينور إترونجي نو أكومباني أن أونفون مينور، إذا نتحدث هنا عن طفل قاصر. لو كوتيديان دو ميلي دو مينور إترونجي، يومية الألاف من القاصرين إترونجي الأجانب نو كومباني الغير مرافقين، الغير مرفقين. المقصود هنا بأن هاد الأطفال الصغار القاصرين أنه لا يوجد معهم لا أب ولا أخ ولا أم، أنهم ذاهبون لأنفسهم، أنهم يسيرون لوحدهم. إذا نتحدث هنا عن إنونكيت إديفيونت، إذا نتكلم عن تحقيق مثقف أنه يرمي إلى تثقيف الناس وإعلامهم وإخبارهم، يخبرون بماذا؟ لو كوتيديا دو ميلي دو مينور إترونجي، يخبرون بيومية الآلاف من القاصرين إترونجي الأجانب، الأجانب نو كومباني الغير مرفقين سوفون أوريجينير دو لاميريك دو سود، في الغالب هم من أصل أمريكا الجنوبية، أغيفون سول إي إيزولي أو زيتازوني، واصلين كما نقول، المقصود أنهم يصلون سول وحيدين، أنهم يصلون وحيدين إيزولي ثم معزولين أو زيتازوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا نتكلم هنا عن آلاف الأطفال القاصرين الأجانب نو أكومباني الغير مرفقين الذين لا يوجد معهم شخص كبير سوفون أوريجينير دو لاميريك دو سود في الغالب أوريجينير من أصل دو لاميريك دو سود من أمريكا الجنوبية إذا هم من أصل أمريكا الجنوبية أغيفون واصلين مقصود أنهم يصلون عندنا لو بارتيسيب بريزون دو فيرب أغيفي إذن أغيفون سول واصلين واحدين المقصود أنهم يصلون واحدين إيزولي أو زيتاجيني ثم معزولين أحيانا نتكلم على الفيرب إيزولي إيزولي يعني أنك تعزل ولكن هنا نتحدث عن هاد الأطفال بأنهم إيزولي كما تلاحظوا عندنا واحد إيسنا تنتحدث على مجموعة من الأطفال نصفهم بأنهم إيزولي بأنهم كما نقول بأنهم معزولين أو زيتاجيني في الولايات المتحدة الأمريكية مقصود أنهم معزولين عن أهلهم سي دي زونو إنه مؤسف mais ils sont donc extrêmement vulnérables à l'exploitation et aux abus. C'est désolant, mais ils sont donc extrêmement vulnérables à l'exploitation et aux abus. C'est désolant. Ils sont massifs, mais ils sont donc extrêmement vulnérables. Voilà qui n'a pas été extrêmement, puis chacun va lire, comme on a dit, vulnérables. Ils ne sont pas faits. Nous avons dit qu'ils sont vulnérables, et nous sommes taxés. vulnérable كما نقول انه ضعيف انه لا يتحمل الشده نتكلم عن منتوج نقول عنه بانه فولنيرابل ممكن انه يفسد بسرعه ممكن انه لا يتحمل شده ممكن انه يتكسر بسرعه اذا نقول عنه بانه فولنيرابل نتحدث هنا عن الاطفال الصغار القاصرين نقول عنهم ils sont extrêmement vulnérables يعني انهم هم بشكل بالغ ضعفاء à l'exploitation للاستغلال أنه يتم استغلالهم بسرعة أنه يتم استغلالهم بسهولة إيوزابي ثم للتجاوزات إيوزابي كما نقول للشطط يعني أنهم ضعفاء أمام الاستغلال وأمام الشطط شطط السلطة شطط النزوات إلى غير ذلك إذن هم معرضون لكل خطر أنديك ريدماكي كما أشار ريدماكي من يكون هذا الشخص؟ directeur de plaidoyer contre le travail des enfants au sein de l'organisation chez Labour Coalition مدير de plaidoyer نتكلم هنا عن ترافع تحاكم أو دفاع إذا نتكلم عن plaidoyer directeur de plaidoyer contre le travail إذا نتكلم عن مدير ترافع ضد العمل des enfants ضد عمل الأطفال au sein de l'organisation au sein كما نقول في حضن au sein كما نقول في حضن المقصود أنه يعمل ضمن دو لورغانيزاسيون ضمن منظمة المنظمة تسمى هكذا شايد لابور كوليشن إذن هي تسمى هكذا طبعا افيك بخي دين سونتين دو تيمونياج لا جورناليست دايس ان تابلو سورديد دو فيولاسيون ايفيدونت دي لوا لي او ترافاي افيك بخي دين سونتين دو تيمونياج مع تقريبا 100 شهادة لا جورناليست دايس لا جورناليست إذن الصحفية دغيس كما نقول أنا تنشئ أو تقيم دغيس كما نقول أنا تقيم أن طابلو سورديد تقيم جدولا إذن هي تقيم جدولا أو كما نقول قائمة سورديد وسخة أو حقيرة دو فيولاسيون إيفيدونت دو فيولاسيون إيفيدونت دي لوا لي أو ترافاي إذن هذه القائمة لخروقات إيفيدونت واضحة بديهية ديال ولي او ترافاي للقوانين المرتبطه بالعمل طبعا نتكلم عن لا لوا يعني القانون لا لوا القوانين لي هاد القوانين نصفها بان لي اذا هاد القوانين بان مرتبطه احيانا نتكلم عن لافاغ لي يعني فعل رابطه ولكن هنا نتكلم عن لا لوا لي اذا نتكلم عن القوانين بان مرتبطه او ترافاي مرتبطه بالعمل سيت ما سالاريال انفونتيل بازي سور ليميغراسيون se développe depuis des décennies dans le pays. Idem, cette masse salariale infantile basée sur l'immigration se développe depuis des décennies dans le pays. هذه الكتلة العمالية infantile الطفولية. إذا نتكلم عن عدد من العمال من الأطفال. Cette masse salariale infantile هذه الكتلة العمالية infantile الخاصة بالأطفال. بازي سوغ ليميغراسيون المعتمدة على الهجرة سو ديفلوب أنها تتطور
إذا نتكلم عن واحد الكتلة من العمال، هاد العمال من الأطفال، هاد الكتلة أنها تتطور معتمدة على الهجرة، تو ديفلوب أنها تتطور دوبوي دي ديسيني دون البي منذ عقود في البلد، إذا في أمريكا، ومنذ عقود منذ عشرات السنوات هذه الكتلة العمالية الآتية من الأطفال والذين هم بدورهم يأتون من خلال الهجرة أنها في تطور منذ عقود. Cette masse salariale infantile basée sur l'immigration se développe depuis des décennies dans le pays. Mais comme le signale l'enquête, ces deux dernières années, elle a explosé. ولكن كما أشار له التحقيق، ولكن كما أشار له التحقيق، ces deux dernières années, هاتين السنتين الأخيرتين، ces deux dernières années, هاتين السنتين الأخيرتين، elle a explosé, أنها انفجرت. نتكلم هنا عن la masse salariale infantile. نتكلم هنا عن الكتلة العمالية الطفولية كما نقول، التي تأتي من الأطفال القاصرين أن في السنتين الأخيرتين أنها انفجرت. أصبح الأمر كأنه عادي. Le département du travail rapporte une augmentation de 69% du travail des enfants sur le territoire américain depuis 2018. Le département du travail rapporte une augmentation de 69% du travail des enfants sur le territoire américain depuis 2018. Roley Ben Smith, spécialiste du travail infantile pour l'Organisation internationale du travail. Et de comme il Ben Smith, le département du travail, le département comme on appelle daïra et l'air d'alik, du travail khassab l'amal, rapporte anna auradat une augmentation de 69%. إذن هي أوردت ارتفاع بنسبة 69% في travail des enfants لعمل الأطفال sur le territoire américain على الأراضي الأمريكية depuis 2018 منذ 2018. غولي بن سميث كما يقول بن سميث spécialiste du travail infantile، إذن هو متخصص في عمل الأطفال pour l'organisation internationale du travail، إذن هو يعمل عند المنظمة الدولية للعمل pour l'organisation internationale du travail. إذن هو يعمل عند المنظمة الدولية للعمل. Dans le même temps, في نفس الوقت، en deux ans, في عامين ولمدة عامين، 250 000 mineurs non accompagnés sont entrés dans le pays, d'après le New York Times. Dans le même temps, en deux ans, 250 000 mineurs non accompagnés sont entrés dans le pays, d'après le New York Times. Dans le même temps, في نفس الوقت، en deux ans. وخلال سنتين كما نقول هنا في سنتين هناك مدى 250,000 مينور هناك 250,000 قاصر نو اكومباني غير مرفق ليس معه لا اب ولا اخ ولا ام سونت اونتري دون لو بي هم دخلوا كما تلاحظوا هنا عندنا لو فيرب اونتري عندنا هنا لو فيرب اونتري مصرف مع اتر اذا سونت اونتري انهم دخلوا دون بي إلى البلد كما نقول أنهم دخلوا في البلد دابخي لو نيويورك تايمز حسب جريدة نيويورك تايمز إذن هي التي أوردت هذا العدد un phénomène d'autant plus alarmant qu'il ne se cantonne pas à un cas isolé mais bien à une multitude de sociétés sous-traitantes إذن نتحدث هنا عن دائرة d'autant plus alarmant أن أكثر إنذارا إلى درجة qu'il ne se cantonne pas à un cas isolé طبعا لو فيرب كانتوني مقصود باستقر او سكن استقر او سكن الى غير ذلك هذا الظاهره ان اكثر انذارا كين سو كانتون با ان كا ايزولي بحيث انها لا تستقر عند حاله معزوله بل هناك حالات كثيره هذا هو المقصود هنا مي بيان ان ملتيتود دو سوسيتي سو تريتونت دو غران غروب اندستريال dans une vingtaine d'états américains. إذن طبعا القضية هنا أن تتعلق بعدد كما عندنا هنا مي بيان أ إن ملتيتود ولكن بدرجة كبيرة بعدد دو سوسيتي سو تريتونت
أو في المذكر نتكلم عن سوت خيطو كما نقول مقاول فرعي. نتحدث عن بعض الشركات التي تعمل تحت شركات أخرى. نبيا أي ملتيتود دو سوسيتي سوت خيطونت. هذه الظاهرة أنها جد منذرة إلى درجة أنها لا تتعلق بحالة معزولة، بل تتعلق بعدد من الشركات كمقاولات فرعية. دو غون غروب اندستريال، ثم نتكلم عن مجموعات كبيرة صناعية دون زون فانتان ديتا أمريكا، فيما يقدر بعشرين ولاية أمريكية. دون زون فانتان ديتا أمريكا. طبعا المقال لازال مستمرا، إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. يكفي أن نشير إلى هذه الظاهرة المقلقة والمتعلقة طبعا بحياة الأطفال وبتعليم الأطفال إلى غير ذلك. ممكن أن عدوى هذه الظاهرة تنتقل إلى دول أخرى. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.